اهلا وسهلا فيكم في برنامج ست نكات. اسمي آية. اليوم المتسابقين راح يمو فواكه سلطة وبانكيك ودجاج. ياي هينا نرحب فيهم. مرحبا انا كثير مبسوطة لاني هون. اسمي إيما وبدي افوز. مرحبا انا اسمي أشلي. ممكن مش راح افوز بس انا بحب الاكل. مرحبا اسمي أليكس انا باهب اكتبه. حسن را يرجاج روحة بلا رجع وهلا حلينا عن رحب بالهكام. مرحبا انا الاستاذ محمد عمارنة بدرس اللغة العربية وايضا بعمل شيف. انا سعيد جدا بهاي التجربة اللي راح تكون مع طلاب من جامعة تكساس. يلا باي باي. انا اسمي حسام انا شيف بحب الطبخ كثير وبحب اتعلم اشياء جديدة في الطبخ واليوم راح اكون الحكم في مرحبا انا الاستاذ عمرو طحان انا شيف رقم واحد في الاردن والوطن العربي. معكم 5 دقائق بس لا تتبعوا. يلا بسرعه 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 بسرعه. أهلا وسهلا أنا الحكم رقم 2 أستاذ عمر. راح نجرب بداية بالطبق هذا. أوكي هذا الطبق خليه نجرب بس نسمع. أوكي وهذا آخر طبق. تمام. اوكي. I'll try this later. طيب. بداية هذا الطبق بعطيه رقم 1 بأسوأ طبق موجود. هذا الطبق يعني نص نص ممكن أعطيه يعني 4. وهذا الطبق يعني شكله زاكي بس بعدين راح أجربه فبعطيه 10 من 10. شكرا. مرحبا راح ابلش من هون. اوكي. زاكي. زاكي. زاكي زاكي. اوكي 10 8 7. مرحبا يلا كون. شكرا. من هون او من هون؟ خلينا بس نخلص هذا بعد شباب. جيد كويس تمام. هذا ناشف شوي ناشف هذا أحسن. هذا زاكي كثير. هذا 10 من 10. هذا
8 هذا 9 تمام شكرا.